نعاملهم الآن كأخلاقنا بمثل ما عملناهم في حرب 2006، ونعاملهم كما يقول لنا ديننا، ونستقبلهم إن كانوا غير متورطين في دم السوريين. شفنا المعاملة اللي كانت موجودة بلبنان، طبعا ما فينا نشمل الجميع، انه اللبناني هو كله واحد او كله بنفس التفكير او كله تابع لحزب الله او فحاليا اللبناني هن اللي عم يتهجروا لسوريا، وهن اللي عم يدخلوا على سوريا. طبعا سوريا معروفة من زمان، لا عدورنا ولا عدور الاسد ولا عدور غيره، هن اهل طبعا كرم واهل ضيافة واهل نخوة ووقفة مع المظلوم واللي نزح اكيد نزح بجو حرب وظروف حرب، بدها تكون ظروف صعبة على الأطفال وعلى النساء وعلى هذي. وبالنسبة لأخواننا اللبنانيين كمان هنيك يعني بقلب لبنان من اسم الشارع بين مؤيد وبين معارض، ونحن بالنسبة لنا ما عنا مشكلة مع أي نازح بده ينزح لهاي المناطق ولا لمناطق النظام. بالنهاية بده يهرب، بده يهرب من ظلم ولا من قصف، حتى هني يعني جماعة الحزب نفسهم بيعرفوا إنه الحزب هو ظلمهم. بالنسبة للناس حين السوريين اللي هني في لبنان، إذا إيديهم مموتة بالدم هاي بلادهم هاي أراضيهم، يعني ما بيفوق عنا شيء، بس نموت ايديه بالدم او مثلا النظام شبيح ما بنستقبله نحن، لانه شفنا منه الويلات. وسواء كان جماعه لبنان كمان نفس الحكي، جماعه حزب الله ذبحونا وذبحوا الشعب كله في المحرر، واللبنانيين ما في عليهم شيء بيجوا كمان بلادهم هون. انا رايي انه السوريين اللي اجوا على مناطقنا والمناطق شمال سوريا المحرر، فاكيد ان اجوا على اهلهم يعني، فاهلا وسهلا فيهم. ونحن بطبعنا نستقبل الغريب، فأكيد راح نستقبل القريب اللي هن أهلنا. وبالنسبة للبنانيين فما بظن أنه لبناني راح يجي على مناطق محررة، وإن إجوا أهلا وسهلا فيهم بغض النظر عن المعاملة السيئة اللي تعملوا فيها مع أهلنا الناس هنا عندهم. بيصير بلبنان نحن بنعرف كثير منيح، صار في شرخ بين مع وضد. نحن طبعا يا جماعة للتوضيح، نحن ما تهودنا ولا لنا مع اليهود، ولكن التقت المصالح وشاءت الأقدار أنه يقتل اللي قتلنا على إيد اليهود، ولكن نحن بالنهاية مسلمين، ما بنشمت بمسلمين، نحن ما بنشمت بقتل الأطفال، ما بنشمت بقتل النساء، ما بنشمت في قتل الأبرياء. والشيء اللي عم يصير بلبنان عدى علينا كثير منيح، وبنعرف إيش معنات قتل وإيش معنات تهجير. أكيد هو من منطلق إنساني وديني، بتحتم علينا نفتحون بيوتنا وبلدنا. هلا ما كانوا كلهم سيئين للصراحة، يعني هلا في نسبة كانوا طائفيين أزوا أخوتنا السوريين هنيك، لكن في كمان قسم كانوا جيدين يعني مع السوريين الناسحين.